أهلا بكم متابعينا في كل مكان. إحنا مع حضراتكم في محافظة الغربية ومع الحاجة سامية، بقالها أكتر من سنة بتخبز على الفرن البلدي، حاجة رأينا مفتقدينها في بيوتنا وكمان أغلب القرى ومدن المحافظة بتسعى عشان تكفي مصاريف بيتها وتساعد جوزها عشان خاطر ولادها الثلاثة. خلونا بقى نعرف القصة كاملة منها. هي أم أحمد، ازيك؟ الله يخليك. قولي لي بقى، انت بادئة شغلك ده من امتى؟ من سنة كده ان شاء الله. سنة؟ اه. ايه اللي خلاكي عملتي الشغل ده؟ والله قلت حاجة اساعد بها جوزي وبيت واساعدهم على الحياة والعيشة اللي احنا فيها دي. جوزك شغال ايه؟ لسه شغال نجار، بس يعني انت عارفة الظروف الحلوة في الشغل قد كده، وبيصرف كلية تربية رياضية وبيصرف فلوس كتير، ومعايا عيل تاني على دي وساعدهم. تبدأي شغل من امتى؟ ببدأ شغلي من بعد الفجر. من امتى؟ من بعد الفجر. استنى بس شوي. ببدأ شغلي من بعد الفجر، بصلي الفجر وانزل الشغل. لحد الساعة كام؟ تقريبا لحد الساعة 9 بالليل 10. انا يعني انا ورزقي بيجي، يعني ممكن قبل كده ممكن بعد كده برضو. كل يوم شغله زي اليوم اللي قبله ولا الأيام بتختلف؟ كل يوم برزق، كل يوم برزق، مفيش يوم زي اليوم اللي قبله يعني. عايز. اه كل يوم برزق، وانا الرزق اللي بيجيلي بعمله. لو هشتغل لحد نص الليل بشتغل، كل ما في شغل بشتغل. حد عليكي ايام في السنه دي وانت بتطبقي بال 48 ساعه مع بعض؟ لا 48 ساعه، يعني اكثر يوم اشتغلت فيه اشتغلت لحد الساعه 2 بالليل، لحد الساعه 2. اما فكرتي تعملي المشروع بتاعك ده وقلت لهم في البيت، شجعوكي عليه ولا؟ اه ساعدوني كلها فيه. انا كنت بقول هطلع اشتغل في الغيط ابني مرضاه، فلما فكرت في المشروع ده بقى يساعدني ويجيب لي الحطب ويجيب لي كل حاجه، وجوزي بناه معاه وبيساعدني. لو ما معيش حد موجود برضه بيساعدني، يولعني ويعمل لي كل حاجه. انت ايه انواع المخبوزات اللي انت بتعمليها؟ بعمل كنافه بلدي، وبعمل فطير مشلتت، وفي ناس بتطلب مني رشاش بعمل لهم. يعني على حسب الطلب. اه. بتعملي كل حاجه في كام بقى؟ بتعملي كل حاجه في كام؟ من اول ما بدات الكنافه دي بعمل بالصفيحه، يعني الصفيحة دي 2 كيلو، صفيحة دقيق 2 كيلو دقيق، باخد فيهم 25 جنيه. كل 2 كيلو 25 جنيه. اه معايا واحدة بتعجن بتولع بتاخد لها 15 جنيه غير 25. لكن لو واحدة صاحبة الحاجة تولعي باخد 25. جابوا لي الحاجة وعايزين ياخدوها بقى جاهزة خالص، يعني وصلت وقت الصفيحة هاي اللي هم ال2 كيلو دول 40. عجين وخبيز ومصنوعيتي والحطب. انت النهارده هتعملي لنا ايه؟ هعمل لك كنافه ان شاء الله. كنافه؟ اه. طب خلينا نشوف معاكي كده اعملي كنافه.
استنى بلدي. ده ايه؟ ده زي الكريبة كده. هو ده ايه؟ بداية الكنافة دي اسمه الرقاق. اسمه ايه؟ الرقاق. الرقاق هو في الكنافة ده اسمه كده الرقاق. أول ما بدأتي بقى كان الشغل زي دلوقتي ولا الدنيا زادت شوية عن الأول؟ في ايه؟ في الشغل يعني، في الناس بقى اللي بتيجي تقول لك كل الناس رحبت بالفكرة دي، كل الناس يعني اللي بيعمل مرة، مش مرة واحدة، بيعمل مرة اتنين تلاتة، يعني الناس اللي جايبين الطلبات دي يمكن مرة العشرة بيعملوا، والله العظيم مفيش حد بيعملها عندنا هنا في البلد. في ناس بتسأل على مكانك هنا فين؟ في كل مكان، يعني في البحيرة، والطلبات بتاعت وصلت طنطا. مكان مكان اللي عايز يوصلك يوصلك المكان هنا فين؟ اللي عايز يوصل للمكان بالتليفون. بالتليفون عن طريق النت. طب قولي لهم عنوانك هنا فين؟ عنواني شبراريس مركز كفر الزيات. تعالي شوية. شبراريس مركز كفر الزيات. ربي يسأل بس أم أحمد البنا بتاعت الكنافة، هيوصل أم أحمد البنا بتاعت الكنافة. تسيبيه يبرد بقى. ده ايه المرحلة اللي جاية بعد كده؟ المرحلة اللي بعد كده الكنافة الشعر. وريني كده بتعمليها ازاي بقى. هعمل 8 دور ببطء على المركب مباشرة. لو ما فيش بقى، لو ما حدش معاكي هنا في البيت، انت اللي بتعملي، انت اللي بتحمي الفرن وبتخبزي لا معايا لازم حد يبقى معايا. ما تعرفيش تعملي لوحدك يعني. بتعامل بس اقوم واقعد كده يعني، باخد وقت. عايزين رقم تليفونك. 010. تعالي افتح على طول. 010 130 25 706. 010 130 25 706. طب قولي لي بقى ام احمد، انتي نفسك في ايه؟ الساحل. مش احسن من الساحل؟ هي ماشية الحمد لله. قلتي لي نفسي في حاجات كتير قوي. بس عيالي يتعلموا ويخلص تعليمهم وربنا يكرمهم، بس انا بساعدهم على قد ما اقدر انا وابوي. ربنا معاكي ويقدرك على تربيتهم يا رب ويوفقهم ان شاء الله، وانتي بالتوفيق في مشروعك الجميل ده. يا رب. شكرا متابعينا، احنا كنا معاكم من قرية شبراديس التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية. نترككم في رعاية الله.